المنهج الأموي نفس المنهج السيستاني، كل الفساد عند السيستانيين، عند أزدام السيستاني، عند أتباع السيستاني، لكن أحدهم يطمطم للآخر، أحدهم يغطي على الآخر، كما في الفساد يوجد بينهم مشاكل وخلافات وأحدهم يتآمر على الآخر، لكن ضمن حلبة، حلبة صراع محددة لهم لا تخرج إلى خارج هذه الحلبة. عندما يكون عندهم عدو خارجي يتحدون ضد العدو الخارجي، كما في سياسي هذا الزمان التابعين لهذه العملية السياسية التابعة للسيستاني والمقادة والمنقادة من قبل السيستاني والمشرعنة من قبل السيستاني والتي يديرها السيستاني والتي يطبل لها السيستاني كمؤسسة طبعا وكأزلام وأتباع ووكالات عالمية مخابراتية أسست وأوجدت السيستاني وربت السيستاني وصربت على السيستاني وهيئت السيستاني وأبرزت السيستاني وثبتت السيستاني. وليس ببعيد وليس بغريب وليس بخافي عنكم القبائح والمقاطع الفاسدة الإباحية التي صدرت من وكلاء ومعتمدي وخصاء السيستاني، وكيف دفع الأموال الملايين من الدولارات من أجل أن تسحب من المواقع ومن المواضع والأماكن والموارد التي نشرت فيها، سواء كانت في المطبوعات أو على النت أو في غيرها، وسيأتي أيضا كلام عن هذا الأمر.